بين الطرق الصحيحة لتربية الأبقار باش نحكيو في الفيلم هذا على أهمية الماء. كما تعرفوا باش تزيد في إنتاج الحليب وتربح أكثر يلزم البقرة تشرب الماء قد ما تحب وعلى راحتها. مثلاً استعمال المشارب الآلية تسهل عليك الخدمة وتربحك في الوقت وتخلي بقرتك بصحة جيدة وتنقص على روحك مصاريف البيطري، وأهم حاجة تخلي بقرتك تزيد في إنتاج الحليب وتربح في جرتها برشا فلوس. هاو باش نشوفوا كيفاش. أول ما عملت المشروع هذا بديت ببقرة برك، ما عنديش لا كوري لا حتى شيء، حطتها كيكة معناها تحت حيط نعطي الماء معناها كيما جاء. المشروع هذا يهدف إلى توعية الفلاحة وتكوينهم في ميدان تربية وتسيير القطيع نتاعهم. حاجة هامة جدا هو الماء. الماء كانوا ما يستعملوش الماء، كانوا يسقيوا مرة في الصباح مرة في العشية. وتعرف أنت البقرة يلزمها، فهمناهم فيها، يلزم البقرة تشرب باش تعطي الحليب تعطي خمس لترات، يعني تشرب من 100 حتى 150. كي مشينا عاونونا جماعة التكوين عرفت معناها البقرة الماء موجود قدامها. البقرة على قد ما تعطيها ماء تعطيك الحليب. وهذه مع الكالسيوم هذا البقرة خطر تبدأ تلحس فيها وتشرب الماء. أول حاجة مفيد للبقرة على بدنها وعلى كل شيء، ويزمها تشرب الماء. كعملنا سانتاج وعرفناها اللي ماء معناها مش مالح، ماء نظيف، ومع التكوين عملنا المشارب الآلية هذية معناها البقرة معناها تشرب ماها يزمها فرشك وما يلزمه بارد، ما يلزموش ماء سخون باش البقرة تلقى راحتها في الماء. وضحنا لهم بأنه الماء ديما قدام البقرة أفولونتي، وذاك اللي طبقوه كما شفنا تو في الفيلم هذه، يعني دخلوا في التطبيق والحمد لله. الإنتاج نتاع البقرة تحسن معناها مش كما قبل كما تو، والصحة ولد خير من معناها من قبل.